التوميه. عندي هنا بص مقادير، نص كوبايه من الميه على نص كوبايه من مش مشكله، نص كوبايه من الميه مع نص كوبايه من اللبن دخله خلاص. ماشي، اهو بصوا المقادير معاكم، نص كوبايه من التوم، نص كوبايه من النشا، اوكي، وبعدين معلقه كبيره من الخل، ونص كوبايه من الزيت، وبس كده. بنعمل ايه؟ بصوا ركزوا بقى في الطريقه، اسهل من المقادير. هنحط نص كوبايه الميه ونص كوبايه اللبن ونص كوبايه النشا ونقلبهم مع بعض ونروح على النار نسويهم. بس دوبي النشا كويس قوي، ده كله ده على البارد، كله ده على البارد. انا حطيت اللبن مع الميه مع النشا، تعالوا بقى نسويهم على النار. نعملهم مهلبيه تقيله. خلاص، وعندي نص كوبايه توم ونص كوبايه زيت، واذا عايزه لبن تاني او ميه تاني هنديها. بس كده استوت اهي، خلاص هناخد بقى ده كده وننزلها ايه في الخلاط. انا هعمل توميه مش كتير، هو بطرمان واحد، لان طبعا حسب انت بتحب التوميه قد ايه، عايزه تعمليها اكتر اعمليها اكتر، بس انا يعني ايه ممكن يكون الاستخدامات بتاعتها مش كتير قوي، فما اعملش حاجه كتير وتتركن. في حاجات لا اعملها كتير وفي حاجات اعملها قليله. هحط بقى التوم، نص كوبايه التوم كده، بصوا شويه خل بقى هنا كده، وعصير ليمونه، تمام. وبعدين طبعا عايزه التوم يبقى اقل من كده، ممكن جدا يبقى اقل من نص كوبايه، ممكن طبعا حسب بتحب التوم، عندك من فصين توم لغايه نص كوبايه، انا بحب التوم قوي فبعمله كتير، انما انت عندك من فصين توم لغايه نص الكوبايه ممكن تحطي توم في التوميه. نضرب تاني عشان عايزه اعمل لكم كمان الايه الطحينه.